مشاهدي شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من قلب العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه مدينه الدار البيضاء. كيف ما كتلاحظوا في هذه اللحظات حادث سير كبيره وسط الطريق السريع يعني اتجاه مدينه الجديده وسط الدار البيضاء، والتدخل كذلك ديال رجال الامن في هذه اللحظات باش حركه السير ما تبقاش واقفه كما كتشبعوا. يعني حركه السير بعد ما كانت واقفه بعد تدخل ديال رجال الامن رجعات للطبيعه ديالها، لان الحادث كان كبير. لان كما كتشوفوا تدخل ديال رجال الامن من الشاحنه مقلوبه وسط لوطوروت، لكن كيف ما كتشبعوا مشاهدينا في هذه اللحظات اللي هذه الشاحنه هذه والمركبه الصغيره اللي اصطدمت مع هذا الرموك. شوف 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 غنشوف قوة الحادث كيف ما كتبعوا معنا في هذه اللحظات. هذا الحادث كبير، الحمد لله ما كاينينش إصابات أو خسائر بشرية، إنما كاين خسائر اللي هي فقط مادية. يعني كيف ما كتبعوا هذا هو الرموك اللي اصطدم بالمركبة أو الشاحنة الصغيرة وتقلبات وسط لوطوروت. اسمح لنا بدر بدر نقلب الطريق السيارة كما كتشوفوا هاد المركبة اللي تقلبات وسط يعني في هاد الحادثة ديال السير اللي الحمد لله ما خلفاتش إصابات يعني بشرية ولا كذلك خسائر في الأرواح، ولكن كاين خسائر اللي كتعتبر مادية. إذا كيف ما كتبعوا كيف ما كتشاهدوا معنا في هاد اللحظات، شوف العديد يعني من رجال الأمن اللي جاو ودخلوا عين المكان وفي هاد الحادث لما بين شاحنة كبيرة وعربة صغيرة، ربما العربة اللي يعني كتحمل الأواني القديمة أو الأواني المستعملة اللي كتكون في المنازل، نصطدمش بها هذه الشاحنة الكبيرة أو الرموك وتقلبات وسط لوطوروت. كيف ما كتبعوا في هذه اللحظات تدخل رجال الأمن باش ترجع الحركية والحركة العادية في قلب لوطوروت. كما كتشوف شوف الشاحنة كلها تقلبات، الآن تجرها ديباراج رجال الأمن جابوا عربة الجر غتكلف يعني بها، لأن خاص ضروري تحيد لأن هي اللي كانت تقريبا شبه معرقلة لوطوروت. افتدوا يعني رجال الأمن ولو أنهم يدخلوا هم العدد ديالهم، شوف تبارك الله شحال من رجل أمن حاضر، راه خاص ضروري تحيد هاد المركبة هادي باش ترجع يعني الحركية لوطوروت بشكل عادي، لأن هاد الحادث كالله يستغفر تخلف وفيات لأنه حادث ماشي سهل. إذا باش تعرف شوف حجم الاصطدام اللي كان ما بين هاد الشاحنة الكبيرة والشاحنة المتوسطة كذلك أو المركبة اللي كانت كتحمل يعني ولا هادوك الناس اللي كيشريو كما كنسميهم قراعي البيع، ربما يعني قراعي البيع اللي معروف انه كيشتري التيار يعني التياب ولا الملابس او الاثاث المستعمل او المعدات المستعمله ولا كذلك الحديد يعني كيشتروه بالعبار. اذا كيف ما كتبعوا الحركه رجعات لطبيعتها هنا بقلب لوطوروت بعد تدخل رجال الامن. كيف ما كتبعوا وكيف ما كتشاهدوا معنا في هذه اللحظات، يعني كاين واحد الضغط كبير على رجال الامن، لان كما عارفين راه لوطوروت الا كانت مبلوكيه ولا او الا كانت واقفه راه مشكل. اذا كيف ما كتبعوا مشاهدي قناه شوف تيفي الحركة رجعات عادية هنا قلب ما مشتغلينش بالقلب لوطوروت، يعني كما تشوف شوف شحال ديال ديبان لي ديباناج يعني اللي جاو وعربات الجر اللي جاو لحظة التدخل. الطريق خارج غادي نسيحو داك الرومور، غنسيحو الرومور في الكادو هو الطريق باش تكون السيوله مغمورة 100%.
شوف شوف هذه المركبه اللي تقلبات كامله. يعني الحمد لله ملي حتى شي واحد ما تصاب هذا هو المهم. على سلامتكم اخويا، ما طرا والو، واحد حتى واحد ما توعد، حتى واحد ما طرا شي حاجه. على سلامتكم. كيما كتبعوا كامله كامله تقلبات. شوف 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 شوف، يعني الله يسر هاد هاد لاكسيدون هادي، راه كان تخلف وفيات. يعني راه كان يقدر الله يسر انا شي، يعني الوفيات كانوا يقدروا يكونوا، لكن الحمد لله الحمد لله يعني ما وقعش حتى شي حاجه. حادث كبير هنا بقلب لوطوروت، الحمد لله يعني ما خلفش وفيات ولا كذلك اصابات. ولكن على كل حال يعني كاين خسائر ماديه كبيره، وكذلك تدخل ديال رجال الامن باش ترجع الحركه العاديه هنا بقلب طريق السيار. اذا دائما نسال الله السلام، دائما الانسان خصو يخرج يعني ويطلب السلامه. انا كتكون غادي ما كتعرفش شنو كيوقع لك في الطريق وانت غادي شاده، فالله يحسن العوان شنو وقع في هذا الاكسيدون هادي. ولكن الحمد لله على كل ما كتبقاو حركية ساعات قلب الطريق السيارة، يعني مابقاش المشكل ديال التوقف هنا في قلب لوطوروت أولا الارتداد اللي كان قبل. بفضل لحظات تدخل ديال عربة الجر اللي غادا تكلف. لا راه حيدو حيدو واقع. لا 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 فيه 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 شوف فيه لا لا ديال البوليسي، ديال شي بوليسي فيه فيه مقدم ديال مقدم رجع به شي بوليسي واقع. ساعات لوطوروت بعد ما توقف بعد ما توقفات التدخل ديال رجال الامن، كانت حركة عادية قلب طريق السيارة. شوف دائما من قلب طريق السيار تدخل رجال الامن في هذه اللحظات باش يعني يبعدوا هذا الرموض اللي اصطدم بهذه الشاحنه. وير بوليسي، يعني كاين ضغط كبير عند رجال الامن لان الطروس وقفات. بحال انتم عارفين الطروس زعما خاصه يعني توقف. نمشيو نمشيو الان غادي الديبوناج، الديبوناج غتكلف وغتجر الموك. انا دور الموك نصطدم بالشاحنه الاخرى اللي تقلبات في لوطوروت.